السلام عليكم. نبدي اليوم نشرح عن حل التمارين الخاصة بالبصريات Defective Vision and its Correction. هاي التمارين اللي دا تشوفوها هاي تمارين بس المعنى مالتها وبعدين نيجي نحلها. نبدي What's meant by power of accommodation of the eye. ما معنى الـ power of accommodation of an eye. الانسر the process by which ciliary muscles alter focal length of crystalline lens so as the focal length nearer or farer objects clearly on the retina is called accommodation of the eye of eye. الحقيقة هنا هو تعريف يعني تعريف ما معنى الـ power of accommodation، ما معنى قوة تكيف العين. هنا سؤال ثاني: A person with myopic eye cannot see object beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? Concave lens of focal length 1.2 meter should be used for restore vision. هو عموما انتو احنا سحنا بالصفحة هذه كليتها هي اسئلة تخص هذه، قسم منها محلولة، قسم منها كلها تقريبا كلها راح نحلها، بس نعلمكم شلون يتم حل التمارين الخاصة بهذا الجزء. عندنا هنا بالنسبة point of normal eye او الـ بالنسبة للعين الطبيعية، عموما احنا نستعمل الـ علاقة الخاصة بالواحد على F يساوي واحد على U زائد واحد على V اللي هي العلاقة الخاصة بالthin lenses. ال U هو ال object distance، ال V ال image distance، 1 over F equal for, power of the lens، power of lens in diameter D، ال F ال focal length measured in meter، D diameter of the lens strength in diameter. الimage distance ال V from the lens to the retina equal to the diameter of the eye ball equal to 2 سنتيم. احنا هاي يعني اخذناها حقيقة انه هو الimage distance V from the lens to the retina يساوينا تقريبا 2 سنتيمتر يعني 0.02 متر. عموما D total D1 plus D2، إذا إحنا همينا نستعمل القانون 1 over F total equal 1 over F1 plus 1 over F2. نجي إحنا الأكوميديشن شون دا يصير الأكوميديشن بالنسبة للفار بوينت 1 over F equal 1 over infinity plus 1 over 0.02 متر اللي هي البعد اللي عرفنا اللي هو البعد بين ال distance V from the lens to the retina. وإذا الواحد على F والfar point النقطة البعيدة أو بعد الجسم بالنسبة للfar point للعين هو infinity، فنطبق القانون يطلع من عنده قيمته 50 دي، وهذه كلها الحسابات موجودة داخل بالنسبة للfar point وبالنسبة للnear point موجودة داخل المحاضرة واحنا شرحناها بالمحاضرة، بحيث الـ power of accommodation of normal eye راح يساوينا 4 دي. عندنا السؤال هنا: A person need a lens of power minus 5.5 D for correcting distance vision. For correcting his near vision he needs a lens of power plus 1.5 D. What is the focal length of the lens required for correcting distance vision and near vision? حقيقة هم هنا راح نستعمل، عندنا شخص محتاج عدسة القوة مالتها 5 ناقص 5.5. طبعا من شفنا إشارة السالب إذا معناتها هذه العدسة هي عدسة مقعرة. For correcting distant vision for correcting his near vision he need a lens of power 1.5 D. يعني هو عنده قصر وعنده بعد زين. هو طبعا ممكن تكون احدى العين العين
يعني العين تعاني من قصور والثانية تعاني من بعد، ممكن هاي الكيسات نشوفها عادي. زين، فنستعمل عدسة مقعرة ونستعمل عدسة محدبة يعني احدى العينين نستعمل لها محدبة والعين الاخرى نستعملها عدسة مقعرة. زين، هنا المطلوب بالسؤال هو ما هو البعد البؤري للعدسة إذا كانت بالنسبة للdistant vision وللnear vision. هنا الـ power of the eye glass for distance vision minus 5.5D correcting power of the eye glass راح تساوي لنا النير فيجن هي زائد 1.5. بالنسبة للـ P راح مجرد هنا كل اللي راح تسويه أنت مجرد راح تقلبها، يعني هو ده يطلب من عندك احسب الفوكال لينث، هو منطيك الباور، انت كل اللي راح تسوي تحول تقلب العلاقة، راح تطلعها بالمتر طبعا، وممكن تحولها من المتر للسنتيمتر حتى تقيس الفوكال لينث ويطلع عندك بالسنتيمتر. مجرد قلب القيمة اللي منطيك اياها، هو منطيك باور يريد من عندك فوكال لينث. الفوكال لينث اوف ذا نيو فيجن راح تطلع بهالشكل هذا واضحة، مجرد انه احنا نقلبها نحولها من المتر للسنتيمتر. زين، نجي هنا اكو نوع من الاسئلة اللي هو الفار بوينت اوف ذا مايوبيك بيرسون از 80 سنتيم ان فرونت اوف ذا اي، واتس ذا نيتشر اند ذا باور اوف ذا لينس ريكوايرد تو انيبل هيم تو سي فيري ديستانس اوبجكت كليرلي. هنا ده ينطيك far point، زين عيني، ينطيك النقطة، ده يقول لك myopic هو أصلا محدد من البداية التشخيص اللي هو myopic person بحدود ال far point 80 سنتيم. ما دام انطى ال far point 80 سنتيم، إذا بما معناه انه in front of eye انه هو عندك طبيعي حتفهم انت انه هو عنده مايوبيا، لانه ابعد نقطه يشوف بيها مو انفينيتي وانما 80 سنتيم. What's the nature and the power of the lens required to enable him to see very distant object clearly؟ زين، شو طبيعه العدسه اللي ممكن يلبسها حتى ممكن يشوف الاشياء البعيده بشكل صحيح؟ بهيج حالة عندنا قانون نستعمله، طبعا هي قانون قوانين البصريات كلش هواية، بس حاولت أبسط الموضوع بحيث يكون بسيط جدا حتى من ناحية الاستخدام الرياضي. ناخذ القانون، يقول بي توتال تساوي بي لللينز زائد بي للآي. شنو يعني بي توتال يساوي بي لللينز زائد بي للآي؟ يعني قوة الرؤية العين النهائية تساوي قوة العدسة اللي ممكن يلبسها الشخص زائد قوة العين نفسها. زين، بي لللينز احنا دا يطلب من عندك هسه خلال السؤال دا يطلب من عندك اللي هو دا يطلبه دا يطلب العفو دا يطلب اللينز المستخدمة، فإذا هو دا يريد البي لللينز، بما معنى البي توتال المفروض تكون عندك معلومة والبي للآي تكون عندك معلومة. إذا نيجي نطبق القانون، بي توتال يساوي 1 over infinity زين plus 1 over 0.02 تساوي 1 over u plus 1 over v. The distance between the lens and the retina هو 0.02. إذا البي للآي مجرد إحنا دنغير الأماكن أو دنعدل العلاقة، هو العلاقة كليتها تخضع هنا البي توتال. زين، اللي مطلوب هو استخراج البي لللينس. زين، شلون حنجي نطبقها؟ البي توتال هو النتيجة النهائية اللي يريدها من يقول لك أريد مايوبيا أو هو تشخيص مايوبيا، فراح يكون تكتب بدل البي توتال 1 over infinity plus 1 over 0.02، هذا ثابت
هذا القيمة الثابتة نعوضها، لأن إحنا من نريد نستعمل عدسة ونريد نشخص، إذا بما معناه إحنا شنو اللي رايدين؟ رايدين الحصيلة النهائية أنه نحصل الـ P total يساوي 1 over infinity plus 1 over 0.02 متر. زين، البي لللينس، البي لللينس هي هي المطلوبة، هو بالسؤال سألك عنها. البي للآي اللي هي يعني العين المريضة أو اللي عندها مشكلة أو اللي هي تتعاني من المشكلة، إنه النقطة البعيدة 0.8 متر زائد، فنطبق مجرد نطبق علاقة الـ 1 over U plus 1 over V على العلاقة هذه، نطبق القيم اللي عندنا هنا، قلنا احنا بالـ P total ونطبق هاي القيم، تبقى بس نستخرج الـ P لللينس، فتطلع الـ P لللينس ناقص 1 point يعني 1.25 D، وهذه طبعا قيمة متعارف عليها معلومة ويعني معروفة مستعمليها احنا هواية، ونطلع من خلالها الفوكال لينث اللي يطلع يساوي ناقص 0.8 متر 80 سنتيم. زين، هسه عندنا السؤال الآخر، the near point of the hypertrophic eye. hypertrophic eye يعني هنا ده يعاني من الهايبرمتروبيا، is one what's the power of the lens required to correct the defect, assume that the near point of the normal eye is 25 سنتيمتر. هنا مبين هو ده يقول لك انه هو ده يعاني من البعد، فنجي بكل الاحوال نطبق العلاقه P total تساوي P لللينز زائد P للآي. P total هو power of the lens on the eye after correction، والبي لللينس احنا نريدها الوانتد. نطبق العلاقات هنا، أنا بس تنتبه من نجي نطبق العلاقة النهائية اللي هي البي توتال يساوي البي لينس بلس بي للآي، بما انه هو عنده بعد، فاذا البي توتال راح يكون تطبيقها الشيء النهائي اللي يريد نوصل للواحد على 0.025 متر بلس واحد على 0.02 متر، فهنا يختلف التطبيق، بس انتبه على التطبيق في حالة المايوبيا وفي حالة الهايبروبيا. فإذا هنا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك انه احنا نريد البي لللينس، نطبق كل القيم، نطبق القيم بشكل صحيح، فراح تنطينا انه البي لللينس راح تساوي 3 دي.